السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع كونفو باندا الجزء الثاني، الموقع الجديد يا شباب الثاني. هنترجم كده باللغة العربية يا شباب. دي للناس اللي هم هيودعوا في الموقع، بيدوهم أرباح زيادة مخزون. خلينا احنا في الايه، في المجاني. اول ما بتسجل في الموقع بيديك 10 روبل هديه عن التسجيل. سحب الاموال بدون استثمار، لا نقاط، يعني السحب ما فيش اي نقاط، عادي تسحب عادي. بيديك على الاحاله 1 روبل في الفضه في الشراء، و20% لو اي حد اودع. عند السحب بيع العملات 100%، يعني لو تيجي تبيع العمله بيديك 100%. دي احصائيات الموقع يا شباب، لو نزلنا تحت كده لسه في يومه الاول. تمام. طريقة تسجيل في الموقع يا شباب، بنيجي من هنا، الاسم، الايميل، الباسورد، عادة الباسورد، عنوان المحفظة، بنعلم مع الشروط، ننقل الارقام دي في الخانة ديت ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. للدخول يا شباب هنحط هنا الايميل والباسورد ونعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل. هتلاقي ليك 1000 من الفضة وهنا 10 سنت في رصيد السحب. لو دخلنا على السحب كده هنلاقي الموقع مفتوح اهو يا شباب بدون اي ايداع ولا اي حاجه، مجرد انت توصل 1 روبل بتعمل طلب سحب. تمام. هنيجي الاول حاجه تخش عليها الشراء، بتشتري واحد من الشخصيه الاولانيه الثانيه ديت بقيمه ال 10 روبل. هيقول لك مع الاول عشان كنت مسجل في الموقع من شويه بس ما عملتش اي حاجه، قلت استنى لما اشرحه لكم. تمام. هنخش كده يا شباب، هو بيديك كمان شخصيه من ديت مجانا ب 100 روبل ب 1 روبل. هنخش كده نجمع يا شباب الاول، بعد كده هتخش هنا على الشراء، هتلاقي ليك كده 11 روبل، يعني تبقى تاخد واحد من ده وانت ليك واحد، عندك واحد من ده. هنشتري كده. تمام. يبقى كده احنا عندنا 2، واحد من ده وواحد من دوت. بعد ما اي وقت نخش في الموقع، شغل على الموقع دي يا شباب ناس كتير بتسالني طب انا بعد ما اشتري هعمل ايه، وانا بشرح بس برضو ايه بيبقوا عايزين يفهموا. هقول لك انت تعمل ايه، انت كده اشتريت خلاص مش عايز اي حاجه تاني. اي وقت تخش فيه بعد ما تسجل في الموقع، ربع ساعة، نص ساعة، يوم، يومين، ثلاثة، بتخش على هنا هتلاقي الارقام بتاعتك هنا زادت بدل الزيرو ده، هتلاقي عندك الشخصيات دي طلعت لك انتاج، بتيجي تدوس هنا بتجمع الانتاج بتاعك. بعد كده بتخش هنا الخانة اللي بعديها دي زي ما انتم شايفين كده اهو الرصيد بيزيد، بتخش هنا تلاقي الرصيد عندك بالشكل ده، بتخش تعمل ايه، بيع. تمام. بيتضاف لك هنا اهو في رصيد السحب على طول، ما بيتضافش في الشراء، اتضاف على السحب على طول. تمام يا شباب. يبقى احنا كده عرفنا ايه الشراء والبيع والجمع والبيع. بعد كده الاحالات عندك من هنا، لو انت تقدر تجيب احالات للموقع بتيجي من هنا، تاخد رابط الاحاله دوت اللي فوق ده، بتجيب لهم عليه الاحالات بتاعتك بتظهر هنا. بعد كده المكافاه اليوميه، ادي اول مكافاه يا شباب، 3 مكافآت في الموقع ده، مكافاه كل ساعه، مكافأة كل 12 ساعة ولا كل قد إيه؟ مكافأة كل 12 ساعة يا شباب. 3 مكافآت في الموقع ده. هنخش كده ننزل تحت، هنلاقي عندنا هنا بقى عندنا 1 روبل و14 سنت. ممكن نخش نشتري كمان شخصية، وخليكم شغالين على المكافأة ديت عشان هي اللي هتزود لكم أرباحكم في الموقع. زي ما أنتم شايفين كده بقى عندي 2 من ده. تمام. بعد كده هيبقى عندنا إيه تاني؟ عندنا اليانصيب، بس اليانصيب ما أنصحش حد يلعب بيها. مبادلة رصيد، لو أنت عايز تبدل رصيد الشراء لرصيد رصيد السحب رصيد الشراء عشان تشتري شخصيات اكتر من هنا يا شباب. بتخش هنا كده وتحط المبلغ بتاعك الموجود عندك، اقل حاجه 10 روبل بيديهم لك ب 110، 10 بتاع من الفضه، ب 10 من الفضه بيحسبوا لك ب 100 ايه اللي هي 10 روبل يا شباب. بعد كده عندنا ايه، رصيد تعبئه، لو انت عايز تودع في الموقع بتيجي من هنا بتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه وتعمل ايداع، بيحولك المحفظه وتعمل ايداع بيظهر هنا اهو. بعد كده عايز تشتري تخش على الشخصيات وتشتري اللي انت عايزه. بعد كده الدفع يا شباب، امر الدفع من هنا او من تحت خالص من هنا، هتدوس كده على امر الدفع هيدخلك هنا على السحب. طبعا لو جيت تعمل طلب سحب هيقول لك الحد الادنى للسحب هو 1 روبل زي ما انتم شايفين. بس يا شباب كده احنا انتهينا من الشرح، واي استفسار سيبونه عليك اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.